السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتوا بتشوفوني. لو أول مرة تشوفوا قناتي أنا حنان، وأهلا بيكم. زي ما انتوا شايفين وأكيد شفتوا من العنوان ده، خل تفاح. هتكلم معاكم النهاردة عن استخداماته وفوائده وإزاي بنعمله وليه لازم يبقى موجود في كل بيت. أول حاجة، إزاي نعرف نفرق ما بين خل التفاح العضوي أو الطبيعي أو الأصلي، وخل التفاح التجاري أو المصنع اللي احنا بنجيبه في أزايز من السوبر ماركت أو العطار. تعالوا نشوف الفرق. أول حاجة، زي ما انتوا شايفين، خل التفاح الطبيعي بيبقى فيه شوائب، بيبقى معكر زي ما انتوا شايفين، أو رواسب من تحت. الحاجات اللي فيه دي بتدل على إنه هو أصلي وعضوي وطبيعي، مش مصنع ومش مفلتر، لان اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت بيبقى صافي، لونه صافي جدا، وبيبقى خالي من كل الحاجات المفيدة اللي فيه، لان المواد اللي فيه او الشوائب دي هي المادة اللي تعتبر فيها البكتيريا النافعة بتاعت الخل نفسه، بتاعت حمض الخليج، هي اللي موجودة فيه، وهي اللي بتبقى حاجة عاملة زي البكتيريا كده، هي الام نفسها بتاعت الخل نفسه. فهو بيبقى حمض جدا وفعال جدا لما بيكون طبيعي. استخداماته ايه؟ هنبدأ كده من الاول خالص، من اول الجسم الانسان من فوق، من اول الراس من فوق. استخداماته للشعر، يتشطف بيه الشعر. طبعا اول حاجة عايزة اقولها لكم انه يستخدم مخفف، ما يستخدمش ابدا بصورته اللي زي ما انتم شايفينها كده، لانه مركز جدا وحمض جدا، فعشان ما يسببش اي اضرار فلازم يبقى مخفف. لو عايزه تشطفي بيه شعرك هيزود اللمعان، ممكن تدليك فروة الراس، هيشيل القشره، فانت هتخففيه. هتحطي مثلا على لتر ميه هتحطي كوبايه او نص كوبايه من خل التفاح، وتخليها لشطف الشعر، وتخليها 3 4 دقائق على شعرك، وبعد كده تشطفيه. بيزود اللمعان زي ما قلت لكم وبيزيل القشره. نسيبنا من الشعر، ندخل على البشرة، يتعمل منه تونيك للبشرة. بتخلي زي كده الإزازة بتاعت مية الورد فاضية، بتحط فيها زي كوباية مية وعليها معلقة كبيرة من خل التفاح، وبتاخدي قطنة وبتمسحي بيها وشك كل يوم الصبح وبالليل قبل ما تنامي. بيزود نضارة البشرة وبيخليكي تتخلصي من التجاعيد، وبيحمي البشرة من الحبوب، لأنه طبعا بيزيل البكتيريا وبيقضي عليها. ده كده خلصنا من البشرة. ندخل على الفم، بيضيع ريحة الفم الكريهة. لو عملت بيه غسول برضو، تخلي ازازة عندك في الحمام فيها كوباية مية عليها ربع كوباية من خل التفاح، بتفضلي تمضمضي بيها او تعملي غرغرة للبق دايما. بيضيع ريحة الكريهة كمان. تقدري ان انتي بيبيض الاسنان، بس برضو يكون مخفف، يزيل اي تصبغات في الاسنان، وبيقتل البكتيريا. لو الناس اللي بداية دايما بتبقى اللثه بتاعتها فيها بكتيريا، بيقتل البكتيريا اللي في اللثه. وممكن كمان تعملي منه محلول تنضفي بيه فرشه الاسنان بتاعتك، تبقي حاطه برضو كوبايه ميه عليها نص كوبايه خل تفاح، تنقعي فيها الفرش بتاعت الاسنان بتاعتكم كلها، وممكن تضيفي عليها بيكربونات صودا، وبعد كده تشطفيها كويس، وبتبقى فرشه الاسنان كده كانك عملتي ليها مطهر طبيعي. كذلك كده خلاص خلصنا من الراس. ندخل على الحلق، بيعمل ايه للحلق؟ تزيل التهابات الحلق. لو عملت بيه غرغره ليكي او لطفلك في البيت بدل العلاجات والحاجات الكيماويه، تقدري ان انت تستخدميه. انا هنا في الفيديو بوريكم ازاي انا بجهزه للناس اللي هي بتبقى عايزاه. بجهزه في برطمانات نظيفه ومعقمه زي ما انتم شايفين. البرطمانات دي انا مطلعها من غساله الاطباق ناشفه، والغطيان بتاعتها نظيفه ومعقمه، ما فيهاش ولا نقطه ميه. اهم حاجه البرطمان يكون جاف تماما عشان هعبيه. زي ما انتوا شايفين انا مخليه برطمان عندي متقاس 300 مللي بالظبط، وهنا الخل زي ما انتوا شايفين انا برجه الاول عشان الشوائب كلها تتوزع فيه، وبتبقى بنفس الكميه لكل برطمان. ندخل بقى على بقيه الفوائد. خلصنا بقى الراس من فوق، ندخل على المعده. المعده اهم حاجه، اللي بيستخدم خل التفاح تكون معدته سليمه، لانه طبعا في حمض خليج فهو بيبقى قوي جدا. بس الناس اللي هي عايزه تحافظ على الصحه العامه في العموم، تخلي دايما زي عاده كده عندها ان هي كوبايه ميه عليها معلقه خل تفاح كبيره. ده بيقضي على البكتيريا اللي في الجسم، بينظم الهضم وبيحسن الهضم، وكمان بيحسن من صحه القولون.
بيخفض ضغط الدم لأنه بيعمل على إذابة الدهون في الجسم، فده بيخلي الكوليسترول الضار بينخفض. الناس اللي عندها كوليسترول دايما عالي وهو السبب في ارتفاع ضغط الدم، المفروض ان هما بينزلوا مستوى الكوليسترول الضار، بياخدوا علاجات وحاجات زي كده. بس الحاجات الفعالة جدا زي خل التفاح بيعمل على إذابة الدهون الضارة اللي في الجسم، فبينزل مستوى الكوليسترول، فبالتالي ضغط الدم بينخفض، بيبقى في المعدل الطبيعي يعني. طبعا ده ما يمنعش ان الواحد ياخد علاجات، ولكن ده بتبقى وسيلة مساعدة وطبيعية. كمان ندخل على الامعاء، بيحسن من صحة الامعاء بدرجة كبيرة جدا، وكمان التهابات المفاصل زي ما قلت لكم خلوه عادة يومية عندكم، عشان كده لازم يبقى موجود في كل بيت، معلقة على كوباية مية، يا اما قبل الاكل بنص ساعة او بعد الاكل بنص ساعة. ده زي ما تقولوا كده ايه، بيعمل نظافة للجسم، بيخليه يستقبل الأكل بصورة سليمة، وبيحافظ على الصحة العامة. كذلك الناس اللي هي بتعاني من الدوالي ممكن تستخدمه زي كده تدليك، بس بيكون مركز، وبعد كده بيتم شطفه طبعا من على الجلد، بس بيبقى فيه تدليك مرة الصبح ومرة بالليل. الدوالي دي لحد كبير بتختفي برضو من الرجلين. والناس اللي هي دايما بتعاني من ريحة كريهة في الرجلين أو ريحة كريهة في العموم من العرق بتاعها، ان انتي تشربيه على كوباية مية، ده هيحسن جدا من ريحة العرق دي حاجة. الحاجة التانية، الناس اللي هي دايما بتبقى عندها ريحة في رجليها، دي بتبقى ناتجة عن البكتيريا اللي موجودة في بين الأصابع، فلو الرجلين اتنقعت في مية دافية وعليها خل تفاح، ده بيحسن جدا من الريحة، ومع الاستمرار بيقضي عليها تماما. ندخل بقى على استخداماته في الأكل، تتبلي بيه لحوم، فراخ، تغسلي بيه فراخ، سلطة، بيبقى حلو جدا في الدريسنج بتاع السلطة. وكمان بيساعد لو انت بتعملي نظام غذائي صحي ليكي وعايزة تستخدميه في الأكلات بتاعتك، تقدري ان انت تضيفي معلقة منه على السلطة بتاعتك كل يوم. ده هيعمل على انقاص الوزن لو انت عملتي ده كعادة يومية عندك، وهيحسن من شكل الجسم. والناس دايما اللي هي بتعاني من زوائد جلدية عندها في الرقبة أو في الجسم في العموم، لو قطنة فيها خل تفاح مسحت بيها على الزوائد دي، يوم بعد يوم هتلاقيها نشفت ووقعت لوحدها. كذلك برضو علاج للأرق والإجهاد، الناس اللي هي بتلعب رياضة كتير جدا وعضلاتها دايما بتحس ان هي مجهدة أو مشدودة، معلقة برضو من خل التفاح على كوباية مية بيساعد على الاسترخاء وعلاج الأرق. الناس برضو اللي بتقرصها ناموسة زي أنا وعندي نور بنتي، عندنا مشاكل مع الناموس، قطنة بعد ما قرصت الناموسة تلاقيها بتهرشك، امسحي بيها عليها هتلاقي الالتهاب وكأني مفيش أي حاجة خالص قرصتك. طبعا لو جبنا منه كمية وحطيناها على مية وحطيناها في بخاخة، هننضف بيها الرخام عندنا في المطبخ، هيبقى منظف طبيعي ومطهر كمان. نظفي بيه التلاجة، ما تقلقوش أبدا من ريحة خل التفاح أو أي خل، حتى الخل الأبيض في العموم، لأنه في مادة بتساعده على التبخر، فما فيش ريحة بتفضل فيه، يعني ما بيلزقش ريحته، ما بتلزقش. كذلك ممكن تضيفي منه معلقة على الكيك أو المخبوزات، بيساعد على رفع العجين وبيبقى زي مادة حافظة ليه فترة طويلة، ويعتبر برضو مادة حافظة تقدري تعملي في المخللات. كل الحاجات اللي انا قلتها لكم دي بتنتج عن ان هو في مواد مضادة للبكتيريا، يعني بيقتل البكتيريا الضارة والفطريات. تقدري ان انت تغسلي خضار، فاكهة، تحطي على مية الغسيل معلقة منه، هتساعد ان هي تتخلصي ازالة المبيدات الحشرية اللي بتبقى لازقة في القشرة الخارجية للخضار او الفاكهة. انا حاولت كده ان انا الم لكم معظم الحاجات اللي هي مفيدة في خل التفاح، عشان كده لازم يبقى موجود عندنا في كل بيت. انا هنا جهزت خلاص البرطمانات وجاهزة ان انا اسلمها للناس اللي كانت طلبها مني. انا سعيدة جدا بالفيديو ده لاني حاسة فيه افادة جامدة جدا، وحاولوا ان انتوا تشيروه على قد ما تقدروا لكل حبايبكم واصحابكم عشان يعرفوا الفوائد المهمة لخل التفاح. انا متهيالي كده ما نسيتش حاجة، قلت كل الحاجات اللي انا كنت عايزة اقولها. انا بشكركم جدا جدا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.